في مملكة الإنسانية ومن أقصى شمالها الغربي محافظة القريات، وبينما الأهالي في المنازل امتثالاً وتطبيقاً لقرار منع التجول، تباشر البلدية أعمال التعقيم والتطهير في مختلف الشوارع والطرق والمرافق والساحات العامة، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. تكثف أعمال التعقيم والتطهير خلال فترة منع التجول لكافة المحافظة من أحياء ومن شوارع، ويتزامن مع هذه الأعمال أيضا أعمال صباحية تتمثل في تعقيم وتطهير جميع الحاويات والبراميل داخل الأحياء ورفع النفايات بشكل يومي ومستمر للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، ونحمد الله ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. إن المملكة العربية السعودية أثبتت للعالم أجمع حجم استشعارها الكبير ومسؤوليتها تجاه الصحة العامة لمواطنيها والمقيمين من خلال تكاتف جميع الجهات الحكومية من أجل المساهمة ببناء الإنسان والوطن. الجميل بالأمر وهي السلاسة بالتعامل مع الجهات الأخرى لتسهيل مهمة التعقيم وتطهير الشوارع بالمحافظة، ولمسنا التناغم بين الجهود الجهات الحكومية وتضافرها ولله الحمد لمكافحة هذا الوباء. وحدة وطن تتمثل بتكاتف الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين للقضاء على جائحة كورونا وللحفاظ على الإنسان. الإخبارية نايف الفندي، القريات.